السلام عليكم. السلام عليكم. نتعرف على حضرتك. محمد مرزوق. حضرتك شغال فين يا استاذ محمد؟ انا شغال في شركه نسله. تمام. طيب استاذ محمد، حضرتك حضرت برنامج القياده بالكاريزما وبرنامج القياده بالتاثير مع مستر كيرت، ايه رايك في كل برنامج واكتر شيء استفدت منه؟ والله البرنامجين صراحه اثنين مميزين، المواد اللي فيها الماتيريال جدا ممتعه ومفيده في اكثر مجالات الحياه، يعني مش في مجال واحد. كانت فرصة طيبة اني اتعامل المرة الأولى مع ميديكس، إن شاء الله المرات الجاية إن شاء الله في المستقبل راح يكون في تعامل إن شاء الله بإذن الله. حضرتك تنصح آخرين يحضروا البرنامج التدريبي؟ أكيد، مثل ما قلت لك أنا ترى هو مفيد لكل المجالات، فأكيد راح أنصح ناس كثير، يعني أنا عن نفسي بوصل لناس ثانية إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ محمد، وبالتوفيق إن شاء الله. جميل إن شاء الله. مع السلامة.